السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيمناي ذكاء صناعي من جوجل، بتقدر ان انت تشات معاه وتسأله اي سؤال انت عايزه، وهو قوي جدا. فتقدر ترفع اي صورة تسأله عن محتويات الصورة ديت، او تقدر تكلمه صوت لو انت تحب. طيب، جوجل راحت مدخلة جيمناي في كل حاجة، بمعنى المنتجات بتاعتها مثلا جيميل، لو انت عايز ترد على اي ايميل فممكن تروح دايس على الجيميناي يبدأ ان هو يجاوب لك على السؤال. برضو دوكومنتس، السلايد اللي هو عامل زي الباوربوينت، الشيت ده اللي هو عامل زي الاكسل، ميت اللي هو عامل زي زوم، بيكسل. في عندي حاجة اسمها نوت بوك. نوت بوك ديت بتكتب الافكار بتاعتك، ممكن تجمع بعض الكتب فيها وتسأله. برضو ضافوا في الجيميناي بحيث ان انت تقدر ترفع 5 كتب وتبدأ ان انت تسأله اي سؤال فيبدأ ان هو يجاوب عليه. طيب تعال بقى نشوف جوجل دوكومنتس اللي هو عامل زي الوورد، ممكن تعمل كليك وتروح قايل له اكتب لي مقالة عن كذا، فقبل ما تبدأ كتابة يروح هو مساعدك وكاتب نص المقالة مثلا. زائد ان انت ممكن تعلم عليه جزء وتقول له لخص لي الجزء دوت، او قسمهم لي على هيئة نقط، او عد لي الصياغة. برضو حط لك في جوجل سلايد، ممكن تيجي على الجنب كده وتبدأ تقول له انا عايز اعمل مثلا صورة لكذا، فيبدأ ان هو يكون لك الصورة. انا عايز اعمل شرح لكذا، فكل دي بقت موجودة. طيب خلينا نوريها لكم عملي. سلايد، لو انت عايز تدخل سلايد دوت نيو يروح مدخلك على جوجل سلايد. طبعا انت ممكن تسطب اكستنشنز كتيرة، ادنس كتيرة، تقدر تسهل عليك الشغل، لكن هو اصلا كده كده بقى موجود معاك في قلب جوجل درايف. يعني بص العلامة دي اسك جيميناي، بدل ما تروح للجيميناي انت ممكن تقول له ايه انا عايزك تعمل لي سلايد، فيبدأ ان هو يساعدك في عمل السلايد حسب الموضوع اللي انت عايزه. مثلا شراء السيارات الكهربائية، يبدأ بقى يعمل لك الشرايح ويبدأ يعمل لك الصور زي ما انت عايز. فاصبح جوه البرامج بتاعتك هتلاقي فيها الذكاء الاصطناعي جاهز. ونفس الفكرة برضو في الوورد والاكسل، بص عمل لك اهو الشريحة اهوت، تقدر بدل ما تقعد تدور على المعلومة لا وتدور على صور هو بيعملها لك جاهزة. وكذلك في الاكسل تقدر تكتب له كده اعمل لي معادلة عن كذا، فبدل ما تقعد تحفظ الاكواد لا انت اوتوماتيك تكتب اللي انت عايزه. ممكن تتعلم على جزء معين وتبدأ تقول له نظام للفكرة دي او المعلومة دي تأكد لي منها، فتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي جوه الاكسل او جوه جوجل شيت. هنا عندنا بقى الجيميناي بقى موجود في جوجل ميت، بعد الاجتماع ما يخلص يبدأ ان هو يلخص لك الحوار اللي دار بينكم. النوت بوك برضو بقى موجود، فكل برامج جوجل وغالبا ان شاء الله كل البرامج اللي موجودة دلوقتي هتلاقي اتحولت لإضافة الذكاء الاصطناعي جواها عشان يقدر ينافس بشكل قوي.